من جديد مرحبا فيكم مشاهدينا وفي عالمنا. اليوم أصبحت الرياضة والصحة محورين أساسيين لتحقيق حياة متوازنة، مش بس الأكل، كمان الرياضة إلى دور. بالفعل خاصة بالنسبة للنساء يلي عم يسعوا لتطوير أنفسهم ويعيشوا نمط حياة أكثر صحة. لذلك بيت من الضروري التركيز على دعمهم وتمكينهم من خلال برامج اجتماعية مبتكرة للإسهام بإحداث تغيير إيجابي بينعكس على المجتمع بشكل عام. طبعا راح نتحدث اكثر حول هذا الجانب، ويسعدنا الترحيب بالسيده مريم سيف الزعابي، عضو المجلس الاستشاري الاسري ورئيس اول فريق كره شاطئ نسائي وناشطه اعلاميه ورياضيه. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور استاذ، وانا ممنونه لهذه الدعوه اللطيفه من تلفزيون دبي للتواجد معكم في هذا الصباح ومع قامه اعلاميه أنا من المتابعين لكم والمعجبين. الله يسعدك، هذا واجبنا بداية، ونحن بشرفنا تكوني معنا. وجودك معنا بالتأكيد. الله يسلمك. بداية سيدة مريم، خلينا نحكي عن الرياضة والنساء. إلى أي درجة الرياضة بتحسن من نفسية النساء بشكل عام برأيك؟ الرياضة أستاذي الفاضل على جميع المستويات وجميع الأفراد وبالأخص النساء، تساعدهم عند مزاولتها على التقليل من الضغوطات النفسية بالإضافة إلى التقليل من الاكتئاب بنسبة تصل إلى 30% كحد أدنى. هذا إذا كانت ممارسة عادية، إضافة أنها تحسن المزاج، تزيد الإنتاجية، لأن أنت مثل ما أنت عارف النساء يتعرضون لضغوطات كثيرة، صح. البيت، العمل، الأطفال، ضغوطات الحياة، فهي كنوع متنفس للنساء. حلو، بتخيل هيدا الصفة عن جد يلي دقيقة جدا، متنفس. الرياضة متنفس للنساء، ولكن بتواجه الصبايا والسيدات بعض التحديات، خلينا نقول لما بدهم يدخلوا مجال ممارسة الرياضة، ومثلهم مثل المجتمع يعني بتحس دايما في تحديات على العنصر النسائي. حسب خبرتك ما أبرز هالتحديات؟ أستاذتي الفاضلة، لو قلتي لي هذا السؤال قبل 20 سنة بقول لك في فعلا تحديات للمرأة الإماراتية بالأخص والخليجية والعربية، بس مع التقدم ومع الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة أنا أقول لك من منطلق امرأة إماراتية ما عندنا ولا تحديات. المجتمع الإماراتي التحدي الوحيد فقط هو موازنتنا نحن للوقت بين العمل والبيت ومستلزمات وطلبات الحياة والناس اللي احنا نحبهم ويجب ان نعطيهم من وقتنا. من وقتنا. يعني استكمالا لكلامك سيدة مريم، يعني هناك برامج مجتمعية في تعزيز ربما مكانة المرأة ونفسية، صحيح. المرأة، أهمية هذه البرامج؟ البرامج المجتمعية أستاذي تساعد النساء خصوصا المنغلقات أو بنقول اللي ما عندهم متنفس غير مثلا خلينا نقول المنزل. أنا ما بتكلم عن المرأة العاملة، بقول عن المرأة، وكلنا فخر بربة المنزل. هاي البرامج المجتمعية تساعدها على الاندماج مع شرائح مختلفة مع المجتمع. أنت لما تندمج مع شرائح مختلفة يصير عندك تبادل معرفة، يصير عندك تبادل مهارات، يصير عندك مساندة ودعم. إحنا النساء بشكل عام غير عنكم أنتوا الرجال، أنتوا الرجال هادين كتومين، إحنا مثل ما تقول نحب نتكلم، نحب الفضفضة. فحتى لو كنا في سباق ومثلا لا لازم نسولف، لازم ناخذ ونعطي، هذا يعني سلوك او طبيعه في النساء الله سبحانه وتعالى اوجدها. صحيح. يعني حضرتك عم بتاكدي على انه الرياضه ممكن توجد نوع من نسج علاقات بين النساء الممارسات، صحيح. للرياضه بالوقت عينه، وهيدا بحد ذاته بينعكس ايجابا على نفسيه السيدات. ذكرتي حضرتك انه لو من 30 سنه ممكن كان يكون في تحديات، ولكن حاليا بفضل دعم القياده الرشيده اتدللت كل العقبات. خبرينا اكثر عن دعم القياده الرشيده للمراه بمجال الرياضه. الدعم استاذتي الفاضله لا محدود، خصوصا برعاية كريمة من والدتنا أم الإمارات الله يطول في عمرها، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي،
أذكر في قصة من القصص إذا سمحتوا لي أشاركها. تفضلي. الشيخة فاطمة أم الإمارات كانت في بداية تولي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في مرحلة تأسيس الإمارات، ومن أهم النقاط اللي كان يحرص عليها سموه اللي هو محو الأمية. فسبحان الله، يعني لما يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، الشيخة فاطمة كانت ترافقه في رحلاته لما كان يزور القرى النائية، يتأكد أن بناته في لهم المدارس، البيئة التعليمية اللي بتساعدهم على محو الأمية قرابة قيام الاتحاد. ففي اهتمام بالغ يعني من دولة الإمارات ومن القيادة الرشيدة، بدءا من أبونا طيب الله ثراه الشيخ زايد، واستكمالا لمسيرته طيب الله ثراه والدتنا أم الإمارات الشيخة فاطمة، متمثلة بعطيك مثال أستاذي الفاضلة أكاديمية الشيخة فاطمة، تفضلي عندنا في زيارة لإمارة أبوظبي. الأكاديمية هذه ترعى النساء من جميع الأعمار وترعاك حتى لو كنتي مبتدئة، ولك أجواءك الخاصة اللي تعيشين فيها، يعني وفي عالم آخر كأنك في كوكب آخر تمارسين فيها الرياضة بشتى أنواعها. يعني بنات زايد على قد الاسم، صح؟ صحيح. على قدر المسؤولية والحمل. كل تأكيد. أنا عندي فضول أسألك سؤال شوي خاص سيدة مريم، أنت كيف ما شاء الله بتلحقي على كل هالأمور، تمارسي رياضات ورياضات شاطئية وغيرها، كيف بتنظمي وقتك؟ ممكن أصعق بجوابي؟ أنا مستعد. أوكي. الحب هو الشغف. لما أنت تتربى في بيئة فيها حب، اللي حواليك ما يحكمون عليك، من أب ومن أم ومن أطفال ومن زوج ومن أخوان مساندين، تبتدي الله يسلمك أنت تنظم أمورك بالحب مش بالقوة. يعني أنا اليوم لما يكون عندي تمرين مثلا، أو مثل استضافتكم الكريمة كنت لازم أشارك فيها عائلتي أن اليوم أنا ما بكون موجودة، اليوم أنتم بتكونون on your own، لازم تنظمون أموركم لأن أنا متجهة لشيء. أنا عندي الشغف أني أنا أنشر رسالة الرياضة لخواتي النساء في الوطن العربي وعلى الصعيد العالمي. فعلاج كل أمورك بالحب هذا واحد. العلاج الثاني أو الطريقة المثلى، يجب أن يكون عندك شيء اسمه أستاذي الفاضل جدول مرن، ويكون عندك تنظيم للوقت. يعني ربي يسلمك، ما يصير أنك أنت تعيش يومك بعشوائية. يعني يجب أن، يعني أنا قبلها بأسبوع أعرف شو الارتباطات من مثلا جروبات مشي بنكون بنشارك فيها، ماراثونات، فعاليات فيها دعم للمرأة ورياضة المرأة، يكون عندي جدول. ويكون عندي جدول أيضا أعمل فيه الديليجيشن اللي هي تخويل المسؤوليات للناس اللي معايا، فبكون لا ضرر ولا ضرار. يعني أنا أعيش الشغف اللي أنا أسويه، وفي نفس الوقت أنا ما أضرب الناس اللي أنا أحبهم ويحبوني واللي هم سبب صعودي ووصولي لهاي المكان. يعني الحب يلي هو بالفعل مفتاح لإنجاز غالبية الأمور بالحياة، والتخطيط يلي لابد منه. طيب قبل ما نشكرك لوجودك معنا، لابد من رسالة من القياديات الرياضيات الإماراتيات للفتيات للجيل الناشئ، كيفية تحفيزهم وأشراكهم وزرع هيك غرس حب الرياضة فيهم. أحب أقولهم أن جمال المرأة ليس فقط شكلاً وكريمات وسكين كير، جمال المرأة هو الجسم السليم في العقل السليم. صح. فمعادلة الجمال أنها أول شيء تغذي الجسم عن طريق الرياضة، وجداً سهلة. انضموا إلى صفحتي الرياضية، وأنا مستعدة من هالمنطلق أني أنا أساند كل فتاة عربية أو غير عربية أنها تتبنى الرياضة كأسلوب حياة، بالإضافة إلى تغذية العقل روحياً وثقافياً، وبشي تكتمل معادلة الجمال لدى المرأة. فالجمال عندنا جداً مهم. جميل جداً. جميل. بس باختصار، في حالات تواصلت معك سيدة مريم بعد ما دخلوا واشتركوا وسموا نصائحك، شو كانت ردود فعلهم تجاهك؟ اللي حفزني أستاذي الكريم أني أقوم 4:30 الفجر أجري على كورنيش أبوظبي مع فريقي 4:30 الفجر مع فريقي 5:30. اللي حفزني على القيام بذلك الرسائل اللي توصلني. حلو. واحدة من الرسائل أستاذي اللي وصلتني، فتاة في العين من عائلة محافظة إماراتية تقليدية، تحية لكل يعني إماراتية ولكل عائلة محافظة من هذا المنبر، كلمتني قالت لي أنت 4:30 تلبسين اللبس الرياضي المحتشم تجرين مع 20 عداء، أنا في العين ما عندي، يعني بحكم حفاظي على تقاليدي وعلى احترامي لأهلي، أنا أنش 5 الفجر أقلدك
ولما أعزك الله أربط الشوليس أتذكرت وأجري في حديقة منزلنا. حلو. هذا تحفيز جدا طبعا، ترفع لك القبعة أنك قدرت تحفزي الشابات سواء إماراتيات أو غير إماراتيات. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله دائما بهيدا التحفيز والحب والشغف. السيدة مريم سيف الزعابي، عضو المجلس الاستشاري الأسري، ناشطة إعلامية ورياضية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك أستاذ. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. طبعا هذا نموذج ملهم بالفعل للشابات العربيات. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أعتقد غدا إلى اللقاء. إلى اللقاء مشاهدينا.